علي بن ابي طالب طالع ومن عادته ينادي الناس الصلاة الصلاة صلوا يا نيام، يقوم صلاة الليل. يقول فسمعت صوت علي، يقول عبد الرحمن بن ملجم قال لشبيب هذا اذا دخل علي فضع سيفك هنا، يعني لابس بشت في شجر في الشتاء، فاذا دخل فاقبل عليه بسيفك وانا عند الجدار ما يمديه يفرد انا وراك. يقول فقام على علي شبيب اول ما دخل فضربه بضربة لكن لم يمت، فقال الله اكبر فسقط علي. ثم قام عبد الرحمن بن ملجم وضرب علي ضربة حتى ضرب في نصف رأسه ثم سقط رضي الله عنه وارضاه. ولما سقط طبعا امسك الناس به وتخضبت لحيته وينظر يقول صدقت يا رسول الله، قلتها والله لن تموت يا علي ولن تقتل حتى تتغير لون هذه من هذه، فصدق حبيبي ورسولي كنت انتظرها منذ ان بدأت الفتنة. يقول انا انتظرها الساعة لاني تعب تعب الفتنة التي حصلت اتعبته رضي الله عنه. ولا امل يواسي. فحمل رضي الله عنه وارضاه، ولما حملوه الى بيته جلس رضي الله عنه وارضاه 3 ايام. هو ضرب يوم الجمعة، جلس السبت وجلس الاحد، قال ادخلوا علي من ضربني. يوم دخلوه الى عبد الرحمن بن ملجم قال الست الرجل الذي جئتني قبل ايام فاكرمتك؟ قال نعم والله اني كنت انتظر هذه اللحظة حتى افوز بالجنة بقتلك، واني كنت اسأل الله وانا اشحذ سيفي بالسم 40 ليلة ان اقتل فيه شر الناس. قال استجاب الله دعوتك يا حسن يا الحسين يا بني عبد المطلب او يا بني طالب، ان انا حييت فاتركوه لي وان انا مت فاقتلوه بسيفه، فان الله استجاب دعوته حتى يقتل شر الناس بهذا السيف. فلما جلس علي بن ابي طالب بالفعل قتل ذلك الرجل. ثم جمع ابناء رضي الله عنه وجلس يذكر الله ويقول اشهد ان لا اله الا الله، واوصاهم خيرا. دخل عليه جندب ابن عبد الله فقال له يا امير المؤمنين اوصي بالخلافة، قال لا والله لا اوصي، انما ادعها كما اودعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع لهم يا حي يا قيوم رجلا يجمعهم على الخير كما جمعت على ابي بكر بعد رسول الله بهذا الرجل الامة على الخير. ثم نادى الحسن والحسين فقال اكتبوا وصيتي، فقال اللهم اني اشهدك، قال اللهم اني اشهد ابنائي انني اشهد ان لا اله الا انت واشهد ان محمد عبدك ورسولك، اللهم ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ثم قال لا اله الا الله، ثم مات رضي الله عنه. مات في 40 في يوم الاحد في 19 من رمضان، وغسله ابنه الحسن والحسين وكفنه في ثوبه وصلى عليه الحسن ودفنوه في دار الامارة بالكوفة. مات وعمره 63 سنة. مات العظيم البطل، مات العالم، مات الصحابي الجليل، مات الرجل العظيم.